مشاهدينا الكرام، صباح الخير عليكم. قبل ما نبدأ حلقتنا معاكم النهاردة، تسمحوا لي أرحب بضيف حلقتنا النهاردة، فضيلة القارئ الشيخ أيمن عيسى حطيبة، قارئ القرآن الكريم. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا أستاذ. نبدأ معاكم حلقتنا النهاردة بالتهنئة بمناسبة حلول المولد النبوي الشريف. كل عام وحضراتكم بخير. زي ما عودناكم في كل حلقة إن هيكون معانا عالم من أعلام التلاوة لقراءة القرآن الكريم. هنبدأ معاكم حلقتنا النهاردة بالاستماع لآيات من الذكر الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا يا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا
وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. الله يفتح عليك. من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. ويقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. فضيلة الشيخ أيمن حطيبة، كلمنا عن نشأتك وإزاي تعلمت القرآن ووصلت للمرحلة اللي حضرتك فيها دلوقتي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وحبيب رب العالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد. أولا أشكركم على حسن استقبالكم لنا، وأهنئكم وأهنئ الأمة الإسلامية بحلول المولد النبوي الشريف، وكل عام وحضراتكم بخير. طيب الله أوقاتكم وجعلها عامرة بذكر الله. أنا اسمي أيمن محمد عيسى حطيبة، من مواليد محافظة الشرقية، مركز ومدينة أبو حماد، قرية عرب الحطيبة. أهلا وسهلا. نشأتي مع القرآن كانت في سن مبكرة، كانت نشأة قرآنية، حيث كان جدي رحمه الله حافظا للقرآن الكريم، وورثه عنه أبي رحمه الله. بدأت مع أبي في حفظ كتاب الله عز وجل في سن مبكرة، في سن الخامسة، وختمت على يديه في سن الثامنة. أيوة. بفضل الله تعالى أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل كل حرف أقرأني إياه في ميزان آمين. حسناته يوم القيامة إن شاء الله. إن شاء الله. اللهم آمين. دراسة بتاعت حضرتك، كنت بتتعلم في الأزهر أنا، ولا بدأت من خلال الكتاب زي زمان ما كنا بنعمل؟ هو بدأت في أول عمري كده، بدأت في نظام الكتاب في محافظة الشرقية، ولكن سرعان ما توفى الشيخ فأبي هو من قام بتحفيظ كتاب الله عز وجل. التحقت بالأزهر. التحقت بالأزهر الشريف وتخرجت، وتابعت الدراسة فيه حتى انتهيت وتخرجت من كلية أصول الدين والدعوة جامعة الأزهر الشريف. علمنا أن حضرتك مثلت مصر في أكثر من دول. الحمد لله. الحمد لله تعالى. سافرت إلى دولة باكستان ودولة الهند والمملكة العربية السعودية لإحياء الحفلات القرآنية هناك. أيوة. الحمد لله رب العالمين. وأكرمني الله عز وجل أيضا أن عينت محفظا ومعلما لكتاب الله عز وجل. ما شاء الله. لقوله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. بارك الله فيك. أعزكم الله. شيخ أيمن من أسرة تربت على القرآن وعلى المذاهب الإسلامية، وتمسكوا بكل ما يكون الالتزام بالشريعة الإسلامية أكتر. الحمد لله. فضيلة الشيخ أيمن، عايزين نسمع حاجة بصوتك الجميل بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف. حاضر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون لا تخافون فعلم ما فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. أحسنت يا شيخ أيمن. أعزكم. علموا أولادكم القرآن منذ الصغر
فضيلة الشيخ أيمن، شرفتنا النهاردة ربنا يبارك فيك في حلقتنا مواطن مصري، الله يعزك يا رب. وإحنا سعداء بلقاء حضرتك، وبنشكر السادة المشاهدين. وقبل ما نختم حلقتنا النهاردة، عايزين نكلمكم عن مشكلة مصنع الغزل والنسيج بخصوص مدينة منيا القمح. المصنع يضم أكثر من 13,000 عامل هيتم تشريدهم، وإلى الآن السيد محافظ الشرقية لم يزور المصنع، ومفيش استجابة من المسؤولين. خلاص المسؤول أصبح ودن من طين ودن من عجين. يا ريت يكون في نظرة من السيد محافظ الشرقية إلى مصنع الغزل والنسيج قبل ما العمال تتشرد. شكرا لحضراتكم، وننتقل إلى فقرة مشكلتك حلها عندنا. مساء الخير على كل المشاهدين اللي بيتابعونا النهارده، مساء الحب مساء الوفاء. بمناسبه بقى الوفاء النهارده، كنت عايز اكلمكم عن الوفاء والاخلاص. كان دايما العلاقات بتستمر بتبقى مبنيه على الاحترام والوفاء. الاعلاميه القديره شفكي المنيري اصدرت كتاب بعنوان ايام في بيت المحترم، بتتكلم عن الفنان الراحل الخلوق ممدوح عبد العليم المعطاء. هذا الرجل اللي ادى بكل كيانه الفن، احترم فنه، احترم بيته، احترم جمهوره، وظل الذكرى خالدة مع زوجته ومع الجمهور، الجمهور اللي ما زال يتذكره في عقله وفي قلبه. الإعلامية شفكي المنيري تذكرته في الكتاب واتكلمت عن الاحترام أكتر من الحب، مع أننا عارفين دايما أن هما كانت العلاقة ما بينهم كبيرة جدا جدا، ومن أنجح الزيجات الفنية. عايزين هنا نقول النهارده ان ممكن بعد البقاء تظل العلاقه مميته، وبعد الممات العلاقه بتفضل خالده. يعني احنا لازم نحترم بعض ونبقى معطائين ونكبر بخواطر بعض. ننتقل لحاجه تانية، على التقاليع الغريبه اللي بقت بتحصل اليومين دول من الجيل الجديد. طبعا حضراتكم سمعتوا عن عيد الهالوين. عيد الهالوين اللي ثقافه غربيه واتنقلت لمصر، دايما بنقلد حاجه اسمها فكره الاستغراب. فكره الاستغراب اللي احنا ننقل حاجه من امريكا لمصر والوطن العربي، وكمان عشان نلفت الانظار. مجرد فكره مرعبه، تقليد اعمى، المهم ان احنا نجرب وخلاص، وده بيولد العنف بيننا. في نفس النمط ده انتشرت الفكرة بين مدارس اللغات، والأهالي بيشجعوا على ده، وده غلط كبير جدا. طبعا ده حصل في آخر شهر 10، فهيحصل في برضو فكرة وتقليعة تانية في آخر شهر 11 بيسموها الجمعة السوداء، اللي البلاك فرايدي. بلاك فرايدي دي بيبقى يوم للتسوق، بيسموه سوداء لأن في اليوم ده بيحصل حوادث من كتر الزحمة، لأن الناس بتتكاثر عشان التخفيضات. طبعا في مصر بتبقى التخفيضات وهمية. احنا لو عايزين نقلد حاجة من برة، نختار الحاجات الصح، المجالات المميزة عشان نبقى مميزين. احنا كمصريين المفروض احنا يبقى لينا حاجتنا وعادتنا احنا، تمام؟ كمان عايزه اقول لكم حاجه بقى اخيره في الترندات اللي حصلت الاسبوع ده. الشيخ الشعراوي كان ترند الاسبوع ده. طبعا انتوا عارفين اي شخصيه مشهوره بتبقى تحت الميكروسكوب، وبتبقى مولد بكل الناس، بكل بيتفرج، كل بيسمع، واي كلمه بتبقى محسوبه عليه. كان في شخصيه فنيه اتكلمت عنه، وطبعا الجمهور في حاله حرب بين مؤيد ومعارض. طبعا مفيش جدال، مفيش خلاف على الامام الدعاء الشيخ الشعراوي اللي احنا تربينا عليه، كل جمعه بنسمع الخطاب الديني بتاعه. لغايه دلوقتي انا لما بسمع الراديو في اذاعه القران الكريم، لازم بين كل فاصل دعوه ليه. الامام الدعاء هذا الرجل يعتبر ورثه الانبياء، اهتدى منه كثير كثير والكثير، يعتبر المصدر السعاده لينا والخير والبركه، ولغايه دلوقتي هو المذهب الوسطي لينا. تعالوا بقى دلوقتي نبقى مع ضيفنا اللي مشرفنا النهارده، الكاتب الصحفي الجريء محمد الحوت. اهلا بحضرتك استاذ محمد. اهلا استاذه دينا، نورتنا. الله يخليك. الاستاذ محمد النهارده جاي معانا لانه معاه مشكله، بيستغيث من قريه الهصاميه بالشرقيه، مستشفى الهصاميه التكاملي، عندهم نقص في الخدمات. هو النهارده بيطالب بتزويد غرفه العمليات وسيارات الاسعاف. أنا بصراحة حزين جدا يا أستاذة دينا،
لما يبقى مستشفي بيختم اكتر من 15 قريه مش في سياره اسعاف، وللاسف في برج اسعاف وفي غرفه اسعاف، ورئيس هيئه الاسعاف انا بناشد رئيس هيئه الاسعاف بمحافظه الشرقيه الدكتور احمد علي، تعالى يا دكتور شوف المستشفي فيه برج اسعاف وفيه غرفه اسعاف، ايه المشكله ما يكون هنا في سياره اسعاف؟ اللي عندك يا استاذه دينا الحادثه بتحصل في خط السعديه من عند ابو شلبي لحد الهصاميه حوالي 25 30 30 كيلو، تمام. ومن قريه الطويله لحد فجوس حوالي 20 كيلو. لو ما تحصل حادثه بدن الجريح او المصاب حوالي ساعه الا ربع لما تطلع عربيه الاسعاف من التكاتك من مركز مستشفى من مستشفى جوس او من مستشفى الجورين ساعه الا ربع ينزف على الطريق. وللاسف احنا قرى، للاسف قرى الهصاميه وقرى مهمشه. طب انتوا نشدتوا الوزاره مجلس الشعب المحليه؟ بص يا استاذه دينا من بعد صلاح الطاروطي مش في عضو مجلس الشعب في جوس، بكل صراحه بكل جراءه مش في عضو، العضو بيتمشوا فيه ايام انتخابات يجي يعزي يجي يهني. بس ده دوركم برضه لازم تنشدوه لان هو ده مسؤول عنه. احنا بنناشد اهو، انا بقول للدكتور احمد علي تعالى يا دكتور شوف المستشفى مش كان في برج اسعاف وفي غرفه اسعاف، يبقى انا راجل مش مظبوط. ازاي مستشفى بخدم حوالي 20 قريه بيخدم 100,000 نسمه بدون غرفه اسعاف؟ وايه المشكله بدون سياره اسعاف؟ ايه المشكله لما يرجع تاني تكاملي؟ واحنا مستعدين بالجهود الذاتيه نجهز العنايه المركزه يا فندم. طبعا لازم جهود ذاتيه يبقى دعم المجتمع المدني مع الدوله زي ما قال سياده الرئيس. احنا عايزين موافقه وزاره الصحه يا فندم. ويبقى بدل تذكره ب 3 جنيه يبقى ب 10 جنيه، يبقى افيد واستفاد. صحيح. يبقى انا اقدر اجيب عماله وفي نفس الوقت اللي يعمل عمليه لا بدل ما يدفع عند الدكتور 2000 جنيه يدفع 200 جنيه على هيئه تبرع وبواصل. واخد بال حضرتك؟ تمام. يبقى انا برضه من 200 جنيه اقدر ادفع كهرباء للمستشفى، اقدر ادفع ميه، اقدر اعمل صيانه للعنايه المركزه، يبقى انا افيد واستفاد، يبقى انا استفدت من وزاره الصحه وفرت وخففت عنها الاعباء. دفعت فاتوره كهرباء، فاتوره ميه، واخد بالك؟ انما دي قرى مهمشه يا فندم، وانا بناشد تاني مره الدكتور احمد علي تعالى شوف مستشفى الهصاميه. شكرا. اعلى مستشفى على ارضه يا فندم. شكرا استاذ محمد. عليه برج اسعاف يا فندم، ما ينفعش كده. شكرا استاذ محمد. احنا بقالنا 20 سنه مهمشين يا فندم، ما ينفعش. شكرا استاذ محمد، رسالتك وصلت عشان بس وقت الحلقه. شكرا يا فندم. انا بشكر كل وانا سعيد بوجود برضه الدكتور ايمن حطيبه اللي شرفنا النهارده وامتعنا بالقران الكريم. انا بشكر كل مشاهدينا اللي تابعونا النهارده، ودايما الانسان لازم يكون طاقه نور وامل لكل اللي حواليه. بشكركم واشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله برنامج مواطن مصري.